كمدرب بلجيكي وبكل تأكيد داعم للمنتخب البلجيكي، ماذا تنتظر من المنتخب في المونديال؟ كان قد حقق أفضل الإنجازات البلجيكية بالمركز الثالث في مونديال روسيا، والآن مقبل على مونديال جديد خلال أيام. ما تنتظر من منتخب بلجيكا في النسخة الحالية؟ أعتقد في مرحلة المجموعات نتوقع أداء جيدا وتأهلا للمرحلة التالية، ثم ندخل. وبالنسبة لو قارناه بالفريق الذي لعب أمام في روسيا، فإن الأداء سيكون طبعا أقل، المستوى أقل، وأعتقد أن المواجهة ستكون صعبة. ولدينا ايضا لاعب في على الجانب الايمن او الجناح الايمن والجناح الايسر لم يكن يلعب منذ فتره. اتوقع اداء جيدا، ولكن بمجرد ان نواجه منتخبا اصعب ستكون الامر اصعب مما كان عليه الوضع في عام 2018. ولا اعتقد ان بلجيكا ستصل الى نفس المستوى الذي وصلته في مونديال 2018. تبدو اجابه واقعيه، واقعيه ربما بشكل زائد عن الحد، او احييك على واقعيتك في النهايه. طبعا كرة القدم تعتمد على المشاعر، وفي الوقت نفسه لابد أن تكون واقعية. اللاعبون يعني كبروا في السن، نعم عندهم خبرة ولكنهم كبروا. ولكن مواجهة فرق قوية مثل البرازيل سيكون صعبا. فرنسا دائما جيدة في السنوات الماضية، فأعتقد أننا نفتقد بعض القوة التي كانت لدينا في عام 2018 حين كانت بلجيكا مستعدة للحصول على الكأس. ولكن وصلنا الى نصف النهائي، ولكن هذا طبعا ده هو حلم دائما، ولكن هذا الحلم الان اصبح اكثر صعوبه. ما هو اهم تعليق منك على قائمه المنتخب البلجيكي؟ هل هناك مفاجآت؟ هل استغربت انضمام اسم او خروج اسم من قائمه مارتينيز؟ I think the coach kept his basic team. أعتقد أن المدرب حافظ على فريقه الأساسي ولم يجري تغييرات كبيرة. ولكن كان يدهشني وجود بعض اللاعبين القدامى في الفريق رغم أنهم لم يلعبوا بالكثير. ولكن كانت هناك لحظات صعبة حيث لم يلعب في نابولي طيلة الموسم. نقول ان بعض اللاعبين لا يزالون في المنتخب بسبب او بفضل ادائهم في الماضي، ولكن ليس لادائهم في فرقهم. فكان دهشة بسيطة، ولكن البدلاء الذين لم يتم انتخابهم اختيارهم يعني كان مفاجئا. المنتخب لا تتوقع ان ترى فيه لاعبين يلعبون بشكل منتظم، ولذلك كنا نتوقع اسمين او ثلاثه، ولكن الفريق ولكن المنتخب احتفظ بالاسماء الاساسيه. هو can you give us names who are the names that were excluded by the مين اسماء كنت تنتظر وجودها في القائمه ولم تجدها مستر سفين؟ I was expecting Luki Bakio, who's Luki Bakio in Germany, الذي يلعب في المانيا مكان دريس ميرتنز، وكانت واحدة من افكاري. أعتقد أن اللاعب الذي أتوقعته أيضا فورنانا، لأن كان هناك لاعب قد أصيب. لكن لوكي باكيو كان واحدا من اللاعبين الذي يستحق المنتخب، لأنه يؤدي بشكل جيد في ألمانيا على أعلى مستوى.
some players like Dries بعض اللاعبين مثل دريس مارتنز وهازارد هم لا يلعبون بشكل دائم في أنديتهم. So for me that was بالنسبة لي كان ذلك الاسم الذي كنت أتوقعه في المنتخب.